عن إيمان. سبعة أكتوبر يوم السبت كان شبات عند اليهود، انطلق طوفان الأقصى، فاجأ العالم بإسره. ردة فعل العدو كانت أكثر ضراوة من ضربات اللي وجهها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. طبعا العدو الإسرائيلي وجه ضرباته كلها ضد المدنيين. إلى يومنا هذا نصر الشهداء اللي استشهدوا تحت قصف العدو الإسرائيلي، أطفال ونساء وشيوخ، أكثر من نص، أكثر من نص. غزة منذ يوم 10 بدا يقطع عليها كل شيء، محتاجة إلى مساعدات، محتاجة إلى مساعدات إنسانية، دواء، أكل، وقود، محتاجة لكل شيء. العصابة الحاكمة في الجزائر هكذا سد أذنها وحل عينيها الشعب الجزائري مشى لغزة، تعسف الشعب الجزائري وتمنع فيه باش يخرج يتظاهر ويعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني. هذا واش كان دير العصابة، كل ما متلفظوش بها حركة واحدة باتجاه الساحة الدولية، الساحة الدبلوماسية، ما كانش. يجي يقول لك احنا درنا الجزائر وما نديرش الجزائر، اش درنا درنا حتى شيء، برك ما تخرج. يوم 21 اكتوبر يعني بعد 15 يوم بعد ما وانا ورايح يتبعوا في المغرب، المغرب داروا مسيره مليونيه في الرباط، كل المدن المغربيه كانت تخرج الشعب يوميا في الليل في النهار. ايوا العصابه تنظم مسيره واحده وتغلق الباب، وهي اللي تنظمها، ما يلزمش تديروا قدام البرلمان، ما يلزمش تديروا قدام السفاره الامريكيه، ما يلزمش قدام السفاره البريطانيه، يعني السفارات تاع الدول اللي واقفه مع اسرائيل، لا ما يلزمش تديروا قدامها، ما تحبدوهاش. والشعارات يردوا فيها العسكر البوليسيه السيفيل، لانه السيناريو داروه المخابرات. والمساعدات لما سمعوا باللي راحت طائرات مغربيه من ديال المساعدات، تفطنوا قالك بي برك بعد نهار 21 اكتوبر بعد المساعدات. هذيك المساعدات بقات تستنى حتى اليوم، راحت يوم 21 اكتوبر، احنا اليوم 2 نوفمبر، حتى اليوم باش دخلت هذيك المساعدات الى غزه، لانه كاين لاجان سبقوكم يا عصابه اللي مع فلسطين ظالمه او مظلومه، سبقوكم سبقوكم سبقوكم. دونك دير لاجان حتى اليوم بجدالتك، حتى اليوم بجدالتك. ليش ما تفضلتوش من قبل؟ هي الأولى. ثانية، المساعدات بعثتو حويجة وحبستو خلاص، غزة يعني ما بقاش محتاجة، على الأقل زيد كلمة لحق ودير لاشان، لحق ودير لاشان. فينالمون حكايتها كاميو وتربح، هذه الحكاية، هذه هي الجزائرية.
هذه الجزائر مع فرس ظالمة ومظلومة، وأبو كذيبة يقول باللي هو اللي متكفل بفلسطين ويتبعها شخصيا، يتبعها كمان عبر القنوات التلفزية. هذا باش يتبع يانقور باسكو اللي يتبعها بالقنوات التلفزية باسكو. على هذا سي أبو كذيبة راهو قاعد يتاجر بالقضية الفلسطينية ولكن بنفو، ويمرغولو أنا قل لي اللي برحمة الوالدين راسلوني هذا العنوان قدامكم، ابعثولي واش دار تبون من نهار 7 أكتوبر لليوم لصالح غزة أو لصالح القضية الفلسطينية. هل قام بتحرك دبلوماسي؟ هل ألقى كلمة باتجاه الدول الغربية؟ هل راسل الدول الغربية؟ ما تخلونوش على الأمريكان، لا يخاف الأمريكان. شو أنا لما نشوف قطر قد بط أشمعي قد بط أشمعي. بس أخويا العزيز تستعرف بغيت بذكرها دولة، دولة بأتم معنى الكلمة. لينا مش اللي راهي الاستثمارات والنجاح الاقتصادي والنجاح الإعلامي، خلينا من هذا كامل، لأنه غبرت الجزائر. المفروض الجزائر هي اللي راهي سباقة. الجزائر عندها القدرات البشرية، عندها القدرات المالية، عندها كلش. الفرق ما بين قطر والجزائر أنه قطر تعتمد على كفاءتها، تكون رجالها وما يسرقوش، ما يسرقوش دراهم بلادهم، ما يهربوهمش للخارج، ما كيروحوا للخارج يستثمروا في الخارج ويجيبوا اموال، يزيدوا اموال. البترول تاعهم يجيب الدراهم، الدراهم تجيب الدراهم، عكس نحن. الوغ يمكن على قطر تجي تقول لي راك عامل تاع قطر يا مصبع يا خبيث يا خاين. قطر يعني اخويا لما شفت له البارح تحذير امير دولة قطر لامريكا كنت ماينه، لا ماينه يا اخويا ماينه نستعرف به. لما تشوف هيا السيسي والملك الأردن تحركوا ديروا أمي هم يلعبوا في دور، يلعبوا في دور، وحاضرين أردوغان حاضر، رئيس فنزويلا حاضر، رئيس كولومبيا حاضر، إلا أبو كذيبة. أبو كذيبة غائب يدور في الكأس، قاعد يدور في الكاس. يا عبد ربي حبس شوية، حبس شوية. هذه هي الجزائر، الله غالب. الجزائر تعتمد على عدم الكفاءة، تعتمد على الليفوايو، تعتمد على السراقين، الليفوايو تاعنا، ونموذج من هذه العناصر الطفيلية، عناصر اللي تعتبر يعني وسخ المجتمع، هذه تعتبر الجزائر اليوم. هذه القضاء الفرنسي، البوليسية الفرنسية والمخابرات الفرنسية على واحد المجموعة في نصهم جلد، مجموعة سراقين وقتالين هجوبانا من فوق. شوفوا هذا بعد الفاصل. هشام عباس الله اكبر، هشام عباس هشام عباس.